هون يا ذياب، هون ذياب. خلاص توكلي على الله، توكلي على الله. الحمد لله رب العالمين أول إشي، والحمد لله رب العالمين إن ربنا تمم علينا فإن أفرج عنا، وإن شاء الله بهذه اللحظات تظهر مني أنا مشاعري متخربطة، فرحان في هاللحظة هذه. كل أسير يا ربي إن يروح لأهله ولعياله ويفرج عن جميع الأسرى يا ربي. ولما شفت يعني نشوف أسرى كثير على الصور، بس الواحد لما يبكى إشي بخصة زيادة عن يعني بصير شعوره شو يعني حزن مع فرح، مع إن كيف وضع الأسرى، كيف إن وضعهم هذا وصحتهم هذا. ربنا يفرج عن الجميع يا رب. يا الله انا شعوري يعني تقريبا بدي انهار لاني شايفه يعني مش ضوي. انا بعرف اني كنت ازوره في الاخر، ان ما شاء الله صحته هو يعني من الاجسام اللي مليانه يعني. يا الله يعين الأسرى، الله يا رب يفرج عنهم، الله يكف معهم، الله يفرج عنهم يا رب جميعهم. يعني شعور لا يوصف لا يوصف من كثر ما هو صادم.